وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي. سيد باسم، أهلا ومرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني كيف قرأت دعوة واشنطن إلى يعني التصويت على مشروع قانون لوقف الحرب في قطاع غزة ودعوة حماس إلى القبول به؟ تحياتي لك أستاذ أحمد. يعني كما هو معروف، هذا الموقف الأمريكي يضاف إلى المواقف السابقة، ولكنه ربما يكون هذه المرة الأولى التي لا تتخذ فيه الإدارة الأمريكية أي إجراءات ضد إصدار مثل هذه القرارات، لأنها موجهة يعني بشكل واضح ومحدد للضغط على المقاومة الفلسطينية من جانب الإدارة الأمريكية، من جانب الأمريكي، لأنه يعني تعتبر أنه في حالة التزام حماس بوقف إطلاق النار، هذا يعني أنها هي الطرف الوحيد المستفيد من خطة بايدن لإطلاق النار، علما أنه النص الأصلي باللغة الإنجليزية لخطة بايدن لا ينسجم مع النص الذي نشر في وسائل الإعلام، بل يعني يخالفه في كثير من المواقف، وخاصة أنه هذا النص لا يتحدث عن وقف كامل وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، إنما هو من باب يعني إرضاء الجانب الإسرائيلي وفق ما تراه الإدارة الأمريكية من خلال علاقاتها الاستراتيجية الثابتة مع حكومة إسرائيل. سيد باسم، يعني كما رأينا هو مشروع قرار تدعو إليه واشنطن، تقول بأن إسرائيل موافقة عليه وتحاول أن تبرز أن حماس هي من تعطل فكرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من أن حماس وجميع المؤسسات الدولية تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. إلى أي مدى تتسق مع هذه الرؤية؟ أنا أعتقد أنه هذا مشروع القرار لن يفلح في إصدار قرار لوقف شامل لإطلاق وكامل لإطلاق النار، حتى أن حكومة نتنياهو لم تلتزم كما قال المشروع الأمريكي أو كما يوحى عمليا. هي طالما حكومة نتنياهو قالت أنها ستواصل الحرب إلى أن تتحقق أهداف بإطلاق سراح الأسرى ويعني تدمير القوى العسكرية لحماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذه مسائل يعني لا أعتقد أنه على الطرف الفلسطيني الموافق عليها دون أن يكون هناك التزام واضح من قبل الإدارة الأمريكية أو ضمانات على الأقل أنه لا تعود قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ممارسة عمليات القتل كما هو حاصل منذ 8 أو 9 أشهر، وهي تقتل يوميا العشرات بل ربما المئات من الفلسطينيين. وأنه إذا يعني عندما طرح بايدن مثلا خطته في يوم الجمعة الماضي، بادرت حماس إلى القول أنها يعني تتعاطى بإيجابية مع بعض النقاط طالما أنها تتحدث عن وقف كامل لإطلاق النار، أما مجرد يعني تلميحات بأنه هناك سيكون وقف إطلاق النار أو لا يكون، أو أنه حكومة نتنياهو موافق عليها، هذه مسألة أعتقد أنها من باب يعني ضبابية المواقف الأمريكية والإيحاء بأنه إسرائيل موافقة على مثل هذه المواقف. نعم سيد باسم.